الإيرادات لما تبقى قريبة شوية من بعض ممكن الناس إيه تقول لك لا إحنا أعلى ولا إحنا أعلى ولا إحنا أعلى. فيلم مثلا حملة فريزر نزل يوم الوقفة حقق إيراد 627,000 جنيه. الفيلم اللي تحتيه كان لف ودوران عمل إيراد 420,000 جنيه، وبعد كده جه تحتيه البس عشان خارجين ثم كلب بلدي، واحد عامل 327,000 جنيه على ما أعتقد، والتاني في حدود 317. فكلهم بيلعبوا في الحتة دي.